برضو الرئيس امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. ووجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم. ووجه الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات ورعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر قادرون باختلاف، وهما مبادرة الإتاحة لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة أحسن صاحب التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة. دكتور سعد، الخبر ده ليه شقين. نعم، خليني أتكلم على الشق الأولاني لأنه شق مهم جدا. أنا بتكلم على متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. نعم. أنا دلوقتي في ظروف اقتصادية صعبة، العالم كله ممكن يدهسوا، خليني أقول إن هذه الفئة ممكن إنها يتم دهسها في ظل أزمة موجودة. كل واحد بيقول دلوقتي إيه؟ يلا نفسي، يلا عيش يوم بيومي. فإن أنا أعمل قانون وأعمل توجيه وأبتدي أهتم بالنقطة دي في ظل الظروف دي، أعتقد إن ده شيء مهم جدا. ولا حضرتك شايف؟ لا طبعا، شوفي، من الحاجات اللي كانت مهملة الحقيقة أو اللي ما كانتش الوزارة دي بتهتم بيها رغم أن هو شغلها الأساسي، لأن هي أنت عارفة بتبقى قناعة لدى الوزير أو رقم واحد في أي مكان، المؤسسة أي مؤسسة لو ما عندكيش قناعة بالدور بتاعك وعندك وعي بإدارة الدور بشكل جيد أنت ما بتعمليش حاجة. وزارة الضمان الاجتماعي طول عمرها بتشتغل حقيقة، لكن وأنا متصور أن الدور الأهم هو الحياة الكريمة لفئة ليس لها من بعد الله كاشفة، أنا مش حد إطلاقا يعني. فلما امتدادا الجانب الإنساني عند السيد الرئيس، امتدادا لاهتمامه بموضوع حقوق الإنسان لأن ده مهم جدا في موضوع حقوق الإنسان، ملف حقوق الإنسان، فالتوجيه الحقيقة توجيه مناسب جدا. انت بتقولي بقى ان كان ممكن الناس دي في الظروف دي يحصل لها نوع من الدهس او الحس. صحيح. وده حقيقي، وحتى في الظروف لما كانت الظروف الاقتصادية كانت جيدة كان في، احنا شفنا كتير من البيوت او الدور اللي بتراعي الايتام حصل فيها مشاكل كتير، وانت عارفة ان كل فرد، مش كل دار، كل فرد في هذه الدار اما انه هيبقى مواطن صالح او يبقى بؤرة اجرامية. واحنا شفنا منهم اللي كان بيتعاطى مخدرات، وشفنا منهم اللي ارتكب جرائم كتير الحقيقة. فالنهاردة اتمنى يبقى الاهتمام اهتمام حقيقي مش اهتمام شكلي. لو حصل تنسيق وهو مطلوب وبيتم لكن بشكل مش الشكل المطلوب بين الرعاية في وزارة الداخلية وبين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وده مركز مهم للغاية، هو حكومي تابع لمجلس الوزراء، وهو تقريبا هو المركز الوحيد في مصر اللي دارس كل الظواهر الاجتماعية وغير الاجتماعية، لكن الاجتماعية المؤثرة على المجتمع. هذه الظواهر لو تم معالجتها انت بتعالج الحياة عشوائية في المجتمع، بتعملي إعداد لمواطن صالح، لو سبتيها يبقى مواطن عنده مشكلة وبيسبب مشاكل. فأنا مع هذا التوجيه 100%، وأتمنى أن يحصل التنسيق بشكل مش روتيني ولا ورقي، لا يبقى فيه تنسيق حقيقي بين الجهات المعنية، وهي مش المعنية بس، هي المعنية بالأداء أو التنفيذ هي وزارة الداخلية ومركز القومي للبحوث الاجتماعية والوزارة. وانا اعتقد ان وزيره التضامن بحكم منصبها هي رئيس المركز، لو في تعاون هيبقى كويس خالص. صحيح. في مؤسسات اخرى بقى زي المسجد، زي الكنيسه، زي منظمات المجتمع المدني، زي الاحزاب، زي اي حد بيحب البلد دي ومخلص فيها،
يقدر يسند في هذا المجال. صحيح. طيب الجزء الآخر ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني خليني أقول أنه ابتدى اهتمام السيد الرئيس أنه نعم. ابتدى يبقى ذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا يحصلوا على حقوقهم. نعم. بمعنى يعني ما كانش بيعرف يركب مواصلات. نعم. ما كانش بيعرف يمشي في الشارع. ما كانش كانت في حاجات كتيرة في حياتنا اليومية. نعم. هو ما كانش بيقدر يعملها. نعم. لأنه ما كانتش متوفرة له. نعم. اعتقد ان بالتوجيه ده ممكن ان هم يعيشوا حياة طبيعية زيهم. نعم. زي نعم. اللي موجود برا. نعم. هو الحقيقة هو مش من النهاردة، من تقريبا من 2015 و16 بدأ الاهتمام، وهم 10 مليون تقريبا. ال 10 مليون يعني اللي كان فيه فرص تعليم متساوية، لأن في حاجة ناقصة، الوظائف مش ما كانش متاح لهم الوظائف، ركوب المواصلات وتمن أو تكلفة ركوب المواصلات، في حاجات كتير الحقيقة اتعملت لهم بقى معاهم أولوية النهاردة. أنت عارفة كل حد فيهم النهاردة معاه كارنيه يستطيع إن هو يمر في أي بوابة، سواء كانت وظيفة أو تعليم أو أيا كانت فهم النهاردة أنا بعتقد الالتفات ليهم مش إنساني بس، لا هو واجب وطني وبتحقق دلوقتي. طيب خليني أنتقل لنقل